فيديو مختلف، غادي نوريكم التحضيرات ديال عيد ميلاد بنتي. غتكمل دابا ان شاء الله 3 سنين. المهم العام الاول والثاني ما كانت كتعرف حتى شي حاجه، فكنت كندير ليها شي حاجه بسيطه حلوه وصافي. هاد العام حتى هي ولات كتعرف وقالت لك بغات عيد ميلاد فيه كوتيتي. خديت شي لعيبات هكا، شي حاجه للناس، ولكن ماشي ضروري نخسروا بزاف ديال الفلوس ولا تكون عندنا بزاف ديال الفلوس باش نفرحوا وليداتنا ولا باش نديروا ليهم شي حاجه. يعني باشياء بسيطه ممكن نصايبوا شي حاجه اللي زوينه. فانا غادي نوريكم الاشياء اللي خديت، وكاينين شي حوايج اللي قديتهم بيديا. المهم انا غادي نتقاسم معكم البنات كل شيء ان شاء الله. غنوريكم دابا شنو خديت. اول حاجه خديت هذا الطريبشات هادو للبنات، حيدهم هنايا، وخديت هادو للدراري، وكلهم فيهم هالو كيتي. شنو اخر خديت البنات؟ خديت هادي ديك اللعيبه اللي كتنفخ فيها رقم 3. المهم هنا البنات اللي في الصويره، حنا راه ما كانش عندنا هادشي، ما كناش كنلقاو هادشي. الا بغيتي شي حاجه، واخا تبغي ديري شي حاجه ما كتلقايش، يعني ما كاين والو. داك مول الهري اللي حلف حدا الموقف تجدي خمسة كيبيع داكشي ديال الحلوه. البنات راه عنده اي حاجه حليتي عليها فمك، خاص تكون عندك غير الفلوس. كلشي عنده تبارك الله، جاب داكشي زوين بزاف. المهم كما قلنا هذا رقم 3. وخديت هذا قلع ميكا ديال الميدا فيها حتى هي لوكيتي. هذه خديتها من اسواق السلام، ماشي من عنده، ب20 درهم. وخديت هاد لي دغابو هادو غير للسواق وداكشي، حتى هما فيهم هالوكيتي. هادو خديتهم من اسواق السلام ب20 درهم. شنو اخر خديت البنات كيسان وسترابط و طبيصلات، بثلاثة خديتهم ب240 يمكن من عندو. خديت هادو البنات ديال لي كاب كيك، ولكن انا ما غاديش ندير فيهم هذا، غندير فيهم غير الشكلاط ولي بونبون للدراري. غادي تشوفوا كيفاش غادي نزينهم. شنو اخر خديت؟ خديت معالق، هادشي راه كله زربعات وبنتي. هادو ما لقيتش فيهم هالو كيتي، فخديت فيهم هنا يمكن فروزن، هادي شي مشكل ما كتبانش بزاف. شنو اخر خديت؟ مفخات، خديت جوج باكيات بيضي، وهاد الغوز ما عندوش باكيه فعطاني منهم هنايا. خديت شمعه البنات، هو راه عنده شمعات زوينين كيشعل فيهم الضو غزالين، ولكن ما لقيتش فيهم رقم 3 فخديت هاد العاديه. هادو كانوا عندي كنت نخدم بهم، نشد بهم شي حاجه. هادو دوك العويدات ديال الشوا، هما غادي نقاد بهم، غادي تشوفوا من بعد شنو غندير بهم. وخديت هذا ب20 درهم، هاد الطابع ديال هالو كيتي باش ندير به صابلي. شنو اخر خديت؟ خديت هادو ديال البوب كورن ولا الكليا كيتحلوا. خديت وحده هنايا تيجيو على هاد الشكل هذا، وخديت ليهم هادو هاد الميكات هادو باش نخشيهم فيهم. هادو ما لقيتهمش في الغوز، ما لقيتهمش. كاينين عنده، كاين عنده البنات فيهم الرسوم هنا، اي نوع ديال الرسوم كاين فيهم، من سبايدر مان، فروزن، بزاف يعني تقريبا كلشي الا هالو كيتي ما لقيتهاش عنده، وما لقيتش عنده. بغيت غوز سامبل ما لقيتهمش، فخديت هادو وغادي ندير ليهم هالو كيتي. غادي نوريكم كيفاش غندير ليهم. المهم خديت ليهم هاد الميكات هادو. هنايا خديت عندو هاد الحلوة هادي مارشميلو، غادي نشوفو حتى هي كيفاش غادي نزينوها. وشنو اخر خديت عندو؟ هادو ملونات باش غادي ندير
الصابلي ملونات ديال الشكلاط ديال العجينه ديال الشكلاط. خديت هاد الفيرميسال الاول غنصايب غادي تشوفوا شنو غندير به. وهاد العقيق في الغوز وهاد الفانيل ولا العقيق ولا شنو هو في الوينات حتى هو غتشوفوا دابا شنو غندير فيه. صافي هنايا بقى غير اوريو غادي تشوفوا من بعد شنو غادي نديروا به. صافي ولي بونبون داكشي اللي غادي ندير لي بونبون داكشي اللي غندير في هاد العلبه ديال لي كابكيك. شنو اخر عاوتاني بغيت نوريكم البنات هاد اللعيبه هادي راه كيبيعها هو البنات كيبيعها ب40 درهم فجاتني غاليه شويه بصراحه وانا بغيت جوج ولكن فوق غاليه ما لقيتش عنده فيها هالو كيتي. صافي منين طليت عليها لقيتها مصايبه غير بالفرشي وصابغينها بديك الصباغه الرشاشه. صافي ودايرين هكا رسمانيت نفسها بحال هكا ملصقينها غير هما مصايبينها عند المطبعه يعني باللصقه ديالها داكشي ديالها. صافي وانا نجي للدار انا وقديتها. المهم هنا انا غادي نوريكم دابا كيفاش قديت هذه. المهم هذه كدير 40 درهم طلعت ليا بجوج دراهم وغادي نوريكم من بعد كيفاش غنصايبها. وهنا البنات امبريميت شي ورق هادو امبريميت هادو يعني بجوج دراهم من الورقه من عند المكتبه. هادو البنات لحقاش هادو ما فيهمش هالو كيتي فغادي نقطع هادو وغنلصقهم هنايا باش يكون كلشي فيه كوتيتي. من بعد امبريميت هادو البنات حتى هما بجوج دراهم من الورقه. هادو البنات غنقطعهم وغنغلف بهم لي كانيت ديال المونادا. غادي تشوفوا من بعد كيفاش غادي ندير ليهم باش ما يبقاوش يبانو. وهكذا نقدروا حتى حنايا نقادو مائده ديال عيد ميلاد زوينه واقل التكاليف. المهم دابا غادي نجمع هادشي البنات. اول حاجه غنوريكم هي كيفاش قديت هاد اللعيبه هادي. ونسيت هادي شنو كنديروا فيها البنات. هادي هي اللي كنثبتوا فيها هاد العويدات هادو. من بعد غنوريكم شنو غنديروا فيهم وغنثبتوهم هنايا فيها. المهم الا بغيتوا تعرفوا التفاصيل بقاو معايا. المهم دابا غنجمع هادشي وغنوريكم كيفاش غنصايبوا. هادي هي الاولى عاد ندوزوا لباقي التحضيرات. اول حاجه غادي نصايبوها البنات كما قلت لكم غنصايبو هادي. فغنحتاجوا ليها فرشي كما قلت لكم الاحسن الا لقيتوه غليظ يكون احسن. انا ما لقيتش لقيت غير هذا. وغنحتاجوا لهذا الرسمه هادي. هادي امبريميتها بجوج دراهم هي وهادي كانت وحده حدا وحده. قطعت هادي وبقات هادي غنديرها دابا. وهادي داك الكفيفات البنات فاش كانت تقدا هادي كانت عندي في الدار. هما كيف ما قلت لكم صابغينها بديك الصباغه ديال الرشاشه فما بغيتش نشريها على والو. لقيت هادي وقضات ليا الغرض. اذا اول حاجه غنديروها البنات كناخذوا هاد الفرشيه على شكل مستطيل وغادي نلصقوها. ماشي ضروري مسدس الشمع البنات تقدروا تلصقوها باي لصقه عندكم كتلصق مزيان. صافي البنات ها هي غادي ناخذ هذه الفرشيه اخرى وغناخذ هذه الرسمه ديالي. صافي من بعد ما قطعتها غادي نحطها هنايا وغادي نطراسيها بالستيلو. صافي هكذا طراسيتها. دابا غادي نقطعها غير بالموس غادي ندوز على
صافي. من بعد ناخذ هذه حتى هي غادي نغلفوها. غادي نلصقوا دابا هذا الرسمه فوق هذه هي صافي. وغنلصقوا هذا الرسمه فوق منها بحال هكا. غندير فيها شويه السيليكون بحال هكا كما قلت. غتقدروا تلصقوها نتوما باي لصقه عندكم تتلصق مزيان، ماشي ضروري هذا مسدس الشمع. صافي البنات، وكتجي على هذا الشكل هذا نتوما كما كتشوفوا. ها هما صايبتهم، يعني كل كنت غنشريهم راه غنشريهم ب 80 درهم، فطلعوا عليا بجوج بجوج دراهم، يعني عوض 40 درهم هذه بدرهم وهذه بدرهم. كما قلت لكم راه باشياء بسيطه نقدروا نصايبوا حاجه زوينه. دابا غندوزو باش نصايبوا هاد الشكلاط وهاد لي بونبون في هاد الكورطه ديال لي كاب كيك. خديت هنايا هاد السلوفان هذا، كتكون ورقه وحده بدرهم، قسمتها هكا طريفات، وغندير هادي في الوسط هنايا، غنحط فيها ثلاثة وحدة وحدة. وجو شري بونبون وغادي نسدها بحال هكا. غادي نسدها بهاد من بعد غناخد السينتا هاد النقطة. وغناخد الموس وندير لها بحال هكا. صافي هدا هو الشكل ديالها. ملقيتش السينتا بيض غوز، خديتها بيضة. صافي هدا هو الشكل ديالهم، كيجيو بحال هكا، تيجي المنظر ديالهم زوين. فغنخليهم هنا، غندوز باش نحضر هاد الحلوة هادي باش نصايبها. شنو غناخد؟ غناخد هاد الميكات هادو اللي قلت لكم، هادوك اللي تيديروهم في العراسات على حساب الطباصل اللي بغات تدي معاها الطبصيل ديال الحلوة ديالها وداكشي. إذا أول حاجة غنحيد ليه غير هاد الفوق هذا ديالو بحال هكا، ومن بعد غادي نحل هاد البلاستيكة هادي. نمشي معاها غير بشوية راه كتهل. صافي يا بنات بحال هكا. وغنزيد وحدة أخرى في الغوص. ومن بعد غادي نديرها في هاد البلاستيكة هادي. هذا هكا صافي. وغنشدها من الفوق لتحت بهادو هاد السليكات هادو. صافي هذا هو الشكل ديالهم، كيجيو على هاد الشكل هذا. دابا هاني كملتهم. غنمشيو دابا باش نصايبو اوريو.
وغنمشي للكوزينه باش ما نعمرش هنايا بالشكلاط. بالنسبه للاوريو دونك قلنا غنحتاجو البسكوي اوريو وشكلاط ابيض، ها هو ذوبته هنايا، وعندي ملون في الغوص، حتى غندير شي وحدين في البيض وغنزيدهم الغوص، غنزيد الشكلاط الغوص باش نديرهم في الغوص. وغنحتاجو هاد الفانيد ولا عقيق ولا شنو هو، دير بحال دوائر، رقيق هو باش غادي نزوقو. دائما غنحتاجو لهاد العويدات هادو ديال الشوا. صافي، اذا كناخدو البسكوي كنقسموه بحال هكدا، كنديرو شويه الشكلاط في هاد العود، كنحاولو نخشيوه بحال هكدا ونثبتو فوق منا. صافي بحال هكدا، وغنحطوها تنكملو كلشي بنفس الطريقه بحال هكدا ونثبتوها، بقاو شادين فيها شويه حتى تلصق. صافي من بعد ما كملتهم دخلتهم شويه للمجمد باش ينشف لي عليهم الشكلاط دغيا. انا خدت هاد الصفايه باش ما نحطهمش هكا باش ما يخسروش ليا، دونك غنديرهم هكا في الشكلاط. غادي نحاول نزينهم، صافي من بعد ما نشوفو كيجيو على هاد الشكل هذا. انا راه بديت كنصايب فيهم ونسيت واش ما كنصورش، فكناخدو نفس الميكات اللي درنا لهادو، غنديروهم حتى لهادو، نحيد باش يبان ليكم. فغادي نحطوها هكا ونجمعو بحال هكا، كنشدوها بهادو، من بعد كناخدو السنتة. صافي نفس الطريقة، ها هو الشكل ديالها. من بعد خديت هادو دوك لي امبريميت، دوك الرسوم لي امبريميت، قطعتهم بحال هكا كل وحدة بوحدة، وغناخد هادو ديال البلية. صافي وغنلصقها هنايا بحال هاد الشكل هذا. من بعد غادي ندوزو لهاد الكاريطات هادو ديال المناضة، فغادي نزينهم بهذوك الوراق اللي كنت قلت لكم امبريمي، قطعتهم بحال هكذا، غادي ندير لصقه في واحد الجانب منها وغنلصقها، نحاول نقادها بحال هكا، ندير لصقه هنايا. كتجي على هذا الشكل هذا. المهم البنات صافي، هذا الشيء اللي قديت اليوم، هانتوما كتشوفوا هادو شكلهم كيف جا زوين. لي كانت المناضه هانتوما كتشوفوا اوريو، هاد لي بونبون، هذا الشيء ديال اللي درت هنايا. صافي البنات هذا الشيء اللي وجدت اليوم ان شاء الله. المهم حتى لهنا الفيديو ديالنا غيكون سهلة ان شاء الله. الفيديو الجاي غنصايب معكم صابلي اللي غنديرو بعجينه ديال الشكلاط، وغندير حتى هو غندير فيه هالو كيتي، وغادي تشوفوا كيفاش غادي نزين المائده ديال عيد الميلاد والديكوراسيون وكلشي ان شاء الله. تسناوني الفيديو الجاي، وما تنساوش لايك وتعليق وبارطاج، ونلقاكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.